اهلا وسهلا فيكم، رجعت لكم بحلو سهل وسريع وطيب وبارد، وهو اللوتس مع الشوكولا. اتمنى ينال اعجابكم. نضيف القشطة فوق الشوكولا الدايبة ونضل عم نحركها لحتى يمتزجوا سوا. بطبق التقديم بنمد نص كمية اللوتس المحطوطة بالوصفة بعد ما نكون ذوبناها بالمايكروويف. بنغمس البسكوت بالحليب وبنصفه على طبقة اللوتس. بنغلف البسكوت بطبقة الشوكولا اللي حضرناها. بنعيد خطوة البسكوت مع الحليب لحتى يخلص البسكوت. وهلأ بنمد النص الثاني من كمية اللوتس. بعد ما ارتاح الحلو بالبراد ساعتين منزينه ومنقدمه. الحلو لليوم صار جاهز، اتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا لمشاهدتكم، بليز اعملوا لايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد.